السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم في منبركم الرأي الحر. الحلقة اليوم بالكامل تتعلق بتونس في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية، وإن كنا سنحاول توزيع المحاور. مسيرة إذن بالآلاف اليوم في منطقة باردو في تونس، رغم كل الحواجز والعراقيل التي وصفت بأنها غير مسبوقة. ما هي السيناريوهات المقبلة؟ وكيف تبدو تونس الثورة وحرية التظاهر فيها والتعبير؟ السؤال بصيغة أخرى، لماذا منع الناس من الوصول إلى العاصمة؟ من أعطى هذه الأوامر لقوات الأمن على الطرقات لقطع أوصال البلد ومنع المواطنين من الوصول إلى عاصمة بلادهم؟ هل هو وزير الداخلية أم هو قيس سعيد شخصيا؟ أسئلة مطروحة في الشارع التونسي بعد هذه المسيرة اليوم. تونس التي كانت لفترة قريبة تفخر بحرية التعبير وتفخر بإنجازها وكانت مثار الإعجاب في مختلف دول العالم، الآن تخيم عليها أجواء الدكتاتورية من جديد كما يقول البعض. ما تداعيات مثل هذه السياسات التي تحصل ربما أيام الدكتاتورية، ولكن كيف يمكن أن تحصل اليوم؟ في الساعة الثانية سنستمر بالتأكيد مع تونس بعد أو بين مسيرة باردو والحواجز الأمنية التي أعادت مشاهد الدولة البوليسية القمعية وموقف الاتحاد الذي وصفه البعض بالمتخاذل ومحاولة مسك العصا من المنتصف. ما هو الحل؟ كيف تتوقعون سير الأمور بعد هذه المسيرة، مسيرة 14 من نوفمبر؟ وهل تونس الآن ما تزال تملأ يعني أبناءها بالآمل والثقة في المستقبل، أم باتت تضيق بالحريات وتضيق بأحلام الشباب التونسيين؟ وإلى أين ترونها تسير؟ بناء طبعا على ما حصل اليوم، أكان على الطرقات السيارة، الطرق قطعت أوصالها ومنع الناس في بلادهم من الوصول إلى العاصمة. الحقيقة كان مشهد مخزي ومليء بالتعابير التي تعيد الناس إلى فترة الأنظمة السابقة، الأنظمة الدكتاتورية، وما كان يليق بتونس الحرية أن يحصل فيها ما حصل، خصوصا وأن هؤلاء المتظاهرين سلميون وجاءوا للتعبير عن رأيهم. ربما اليوم انتهت آخر ذرائع قيس سعيد ومن معه، كما قال البعض بأن ما حصل ليس انقلاب. إذا لم يكن انقلابا فلماذا يمنع الناس من الوصول إلى عاصمتهم؟ أسئلة كثيرة نطرحها في الساعة الأولى والساعة الثانية. دعونا نبدأ على كل حال بما حصل اليوم. أهلا بكم. شارك آلاف التونسيين اليوم في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها حملة مواطنون ضد الانقلاب أمام مقر البرلمان في منطقة باردو في العاصمة التونسية. كانت المسيرة انطلقت قبل وقتها المحدد في 10 صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك للاحتجاج على إجراءات قيس سعيد عقب الانقلاب كما يوصف في 25 جويلية الماضي، والتي بدأت بتجميد عمل البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي وانتهت بالاستحواذ على كل السلطات. شهدت الشوارع المحيطة بباردو والطرق السيارة إلى العاصمة تعزيزات أمنية كبيرة، وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات عن منع قوات الأمن وصول المواطنين القادمين من باقي الجهات إلى العاصمة تونس منذ فجر اليوم. وقال قادة الحملة إن شهود عيان أفادوا بأنه تم منع المسافرين في أقصى الجنوب من المرور باتجاه جابس ومنها باتجاه العاصمة،
وكذلك حصل مع باقي المحافظات والمدن بما فيها محافظة جابس. وأضافوا أن عناصر الأمن طالبوا المواطنين بالرجوع من حيث أتوا على أساس أنها تعليمات، دون أن تستظهر عناصر الأمن بما يفيد بوجود أوامر بالفعل مكتوبة. وأظهرت فيديوهات تم تداولها لمسافرين أصروا على حق المرور وحريتهم في التنقل داخل بلادهم، وطالبوا بما يؤكد مسألة التعليمات. في أحد الحواجز الأمنية قرب منطقة الجم تكدست سيارات النقل التي تسمى باللوجات بركابها على الطريق بسبب الإقفال من قبل سيارات الشرطة. حاول الركاب فتح الطريق وإقناع عناصر الأمن بالمرور لكن دون جدوى، ما دفع هؤلاء لتسير احتجاجات في عين المكان رافعين شعارات عديدة من بينها يا للعار يا للعار، المسيرة في حصار، والشعب يريد ما لا تريد، ويسقط الانقلاب ودستور حرية كرامة وطنية. تونس إذن مسيرة لمعارضي الانقلاب في منطقة باردو بالعاصمة رغم الحواجز والعراقيل التي وصفت بأنها غير مسبوقة. ماذا يحصل في تونس الثورة؟ تونس الملهمة، تونس المثال والقدوة. ما هي السيناريوهات المقبلة برأيكم؟ كيف تبدو تونس الثورة وحرية التظاهر والتعبير في ضوء ما حصل اليوم؟ السؤال بصيغة مباشرة، لماذا منع الناس من الوصول إلى عاصمة بلادهم؟ وهل بقيت من ذريعة لدى من يدافعون عن إجراءات الرئيس بأن ما حصل ليس انقلاب؟ كيف يمنع الناس من الوصول إلى العاصمة إذا لم يكن ما حصل هو انقلاب مكتمل الأركان كما يقول كثيرون؟ من أعطى هذه الأوامر لقوات الأمن على الطرقات لعرقلة الناس ومنع وصول الآلاف؟ هناك من قال بأنه من شارك اليوم في المسيرة لا يصلون إلى عشر 1/10 من العدد الذي كان يمكن أن يشارك لولا هذه العراقيل والتعطيلات وتعمد تعطيل الناس على الطرق. هل كان وزير الداخلية توفيق شرف الدين؟ اجتهاد شخصي كما يقول؟ أم هي أوامر وتوجيهات من قيس سعيد شخصيا؟ ثم ما تداعيات مثل هذه السياسات التي لم تحصل حتى أيام الدكتاتورية كما قال نشطاء على صفحات التواصل؟ سيكون معنا بعد قليل الأستاذ رضا بالحاج وهو عضو مواطنون ضد الانقلاب، سيكون معنا بعد قليل، ولكن دعونا نتابع جزء مما نتحدث عنه بالصورة والصوت. مواطنون على الطريق يمنعون من العبور، تتكدس السيارات في الطريق، يحتج المواطنون ولا يجدون آذانا صاغية. هذا يحصل في دولة الربيع العربي الناجحة، يفترض أن هي الاستثناء. كيف يحصل هذا إن لم يكن ما حصل في تونس يوم 25 جويلية كان انقلابا مكتمل الأركان كما قال نشطاء؟ نتابع هذه المشاهد. من الأربعة وربع وإحنا هنا ملوحين. قلتوا 6:15. سبحان الله، معقول تو هذا؟ هذا حرية في بلادنا؟ منطقة الجم هذه. خرجنا من 2/9 وقفونا في عرام بهذلونا، كأننا مشينا عملنا قداش من واحد شدينا الطريق باش سيبونا، بعتالي 7 دوريات هكا وبعتالي تو قال لك لا ما توصلوش، علاش ما نوصلوش؟ خلونا نوصلوا صوتنا، يا سيدي ما نحبوش. بيحكموا علينا بالصيف، معقول هذا؟ إغلاق تام في الطرق، 4 سيارات أمنية، 4 سيارات أمنية. بدون جنسية متاعنا، الله يبارك. نقولوا احنا يا اخوي ما عندناش توانسة، يا يسيبونا يردونا الليبيين الجزيرية اللي يحبونا. ركز على البلاك، ركز غادي. شدناهم جيناهم بالسياسة يا ولاداتي، رانا توانسة الكل، ما جيش شوف تونس يطرى فيها هذا. تقسمونا يا رسول الله، معقول؟ معقول تو تقسمونا هكا؟ معقول في بلادنا يطرى فينا هكا؟ منعونا من حرية التنقل.
يا للعار يا للعار هذا كان مثال الحقيقة لما حصل على طرق السيارة الموصلة إلى العاصمة التونسية. مواطنين كثر في أكثر من مدينة وأكثر من محافظة حصل معهم ما تبعتموه الآن. انضم إلينا الآن ضيف حلقتنا الأستاذ رضا بالحاج، عضو مواطنون ضد الانقلاب، انضم إلينا من تونس. سيد بالحاج مساء الخير، كيف تقيمون حجم المشاركة في مسيرة اليوم؟ وماذا حققتم؟ ماذا أردتم أن توصلوا للطرف الآخر؟ هو تحرك اليوم تحرك نوعي وعددي أحدث، هو بمثابة حدث كبير باعتبار أن الرئيس قيس سعيد بعد انقلاب 25 جويلية كان يزعم أن له مشروعية شعبية وأن جزء كبير من الشعب هو بجانبه. اليوم وفي مناسبة رابعة، ولكن اليوم بطريقة واضحة وجلية، استطاع مواطنون ضد الانقلاب المبادرة الديمقراطية أن يجمعوا عددا كبيرا في ساحة باردو ليقولوا لا للانقلاب، لا للانحراف عن الدستور، ونعم للعودة للمسار الدستوري. كان حضور كبير واجتماع شعبي كبير رغم التضييقات التي لم نرها منذ حكم الرئيس بن علي، وحتى في فترة بن علي كان في ممارساته أذكى، إذ لا يعمد في قطع الطرقات بمثل هذه الطريقة، منع الوافدين من الوصول إلى مكان الاحتجاج، افتكاك أوراقهم، افتكاك وسائل نقلهم بطريقة فجة ووضعهم في وضع صعب. وبالتالي ما حققناه اليوم هو أن مسألة المشروعية الشعبية وعدم وجود معارضة سقطت هذه السردية من ناحية، كذلك ظهر الوجه البشع للديكتاتورية في مظهرها السيء، وهو الاعتداء على حرية التعبير في أبسط مظاهرها وهي الاحتجاج بصورة رسمية، إذ عمد الرئيس قيس سعيد باستعمال أدواته الأمنية في منع هذا التحرك للتقليل من صورة العدد الذي ممكن أن يظهر. ورغم ذلك فرأينا وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي كيف أظهرت وظهر هذا الحجم من التحرك الشعبي. هو الحقيقة البعض قالوا يعني لو لم تحصل هذه العراقيل العدد ربما لكان 10 أضعاف من وصلوا اليوم إلى العاصمة. هذه الصورة التي تحدثت عليها سيد رضا بالحاج، صورة العراقيل على الطرقات، محاولة عرقلة الناس، تعمد تعطيل مسيرهم نحو العاصمة، البعض قال بأنه هذا أعاد إلى الأذهان الحقيقة حقبة تخيل التونسيون بأنهم غادروها إلى الأبد، حقبة الأنظمة السابقة. كيف يمكن فهم ما حصل وهذه الانتكاسة التي لم يتخيلها أحد، أن تتحول تونس فجأة من دولة مليئة بالحريات إلى حدود عنان السماء كما يقول البعض إلى 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 تعطيل الناس من الوصول إلى عاصمة بلادها؟ هو هذا هو ما وقع، أننا بعد 10 سنوات من الحرية من الديمقراطية وانتخابات نزيهة وحرية التنظم والتعبير والتظاهر، هذا أصبح حق مكفول في جميع الحقبات، سواء لما في حكم الترويكا أو في حكم النداء أو في سنة 2011 وقت الحكومة الانتقالية، كانت هذه المكاسب محل إجماع ولم تعد محل نقاش. بعد الانقلاب، وهذا هو مربط الفرس، أن المسار الانتقالي في تونس تعرض لانقلاب من طرف الرئيس سعيد بالتعاون بالأجهزة الأمنية، فهذا الانقلاب أدى إلى جمع جميع السلطات بين أيدي
الرئيس قيس سعيد، في سابقة لم نعرفها، أي أنه أصبح لديه السلطة التشريعية والتنفيذية، وهو اليوم يريد أن يسطو على السلطة القضائية. وبالتالي هذه العزلة التي أصبح فيها، العزلة الداخلية باعتباره يحكم بمفرده وأزاح كل الأحزاب والبرلمان، والعزلة الدولية التي أصبح فيها بعد أن ابتعدت عنه ونددت بانقلابه جميع القوى الديمقراطية، سواء دول أو مؤسسات مالية دولية أو مجموعة السبعة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، فلم يعد له من حل إلا الهروب إلى الأمام، وهذا وضع كل الدكتاتوريين، هو الهروب إلى الأمام، المزيد من التضييق إلى حين السقوط. وأعتقد أن قوس هذا الانقلاب سوف لن يطول باعتبار هذه العزلة وسقوطه في ممارسات تقريبا متاع يأس أكثر منها متاع رجل يسير في دولة. سيد بالحاج، كثيرا ما طرح التونسيون رجل الشارع في تونس يعني من يدعم الانقلاب، انقلاب قيس سعيد، وظل الحديث أن الجيش على الحياد، الداخلية ربما على الحياد، قد تكون قوى داخل الداخلية، مجموعة أمنية فاسدة من المنظومة القديمة، لا أحد. لكن المشهد اليوم يبدو الحقيقة يعني الوضوح ازداد، الحشود الأمنية كانت كثيفة، أكان على الطرقات أو حتى في باردو. برأيك جهاز الداخلية هو جهاز مهني يعني ينفذ الأوامر، أم هناك انحياز لهذا الانقلاب وربما مشاركة فيه؟ بصراحة هو وضعية الأجهزة الأمنية معقدة، هي سليلة نظام ديكتاتوري نظام بن علي، لكن بعد الثورة تحصلت على حقوق، تحصلت على امتيازات ضمن تنظيم نقابات، وظننا أنها دخلت في اللعبة الديمقراطية. لكن اليوم هنالك جزء منها، لا أقول الكل، هنالك جزء له حنين للممارسات السابقة لما قبل الثورة، وهذا هي تعقيدات داخل الأمن التونسي. هو جهاز كبير تركه الرئيس بن علي، تعرض للعديد من الملاحقات بعد الثورة، العديد من الأمنيين تعرضوا للملاحقات نظرا لتورطهم مع الرئيس بن علي، لكن هنالك جزء آخر التحق بالأمن بعد الثورة وتربى على الممارسات الديمقراطية، وبالتالي هنالك صراع بين قوى بناء أمن جمهوري وأطراف أخرى لها حنين للممارسات السابقة. لكن هذا لا يعني أنه اليوم الأمن بقي تحت تعليمات رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وبالتالي ما يمكنش أن نطلق أنه اليوم هو إلى جانب الانقلاب، هو في وضع دقيق في حالة تمزق بين الرجوع للوراء والتقدم نحو أمن جمهوري. وأعتقد أنه بتقدم النضال من ضد الانقلاب سيرجع الأمن إلى موقعه كأمن جمهوري. نعم، هذا فيما يتعلق بالأمن. هناك طرف آخر أيضا قوي في الساحة أو يحاول أن يظهر بمظهر القوي، وإن كانت المواقف الحقيقة تبدو متذبذبة أو مترددة بنظر البعض. نتحدث عن الاتحاد العام التونسي للشغل، تحدث اليوم عن اتصال بين أمينه العام السيد الطبوبي وبين قيس سعيد، وذكر كلام يحتاج إلى تفسير أو ترجمة. تحدث عن ضرورة الإسراع باستكمال إجراءات 25 من جويلية، ماذا يفهم من هذا الخطاب؟ كما تحدثت على الأجهزة الأمنية، كذلك الاتحاد وضعيته خاصة، وهنالك قوى داخله تدافع على ميراث أو إرث الاتحاد كقوة وطنية
تدفع نحو التحرر، نحو التقدم ونحو الديمقراطية. لكن بعد الثورة كذلك هنالك أطراف تريد أن تجعل من الاتحاد صوت أحزابها، وهنالك والكل يعلم أنه هنالك بعض أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد ينتمون لحزب سياسي هو حركة الشعب، ويخدمون حزبهم أكثر من الاتحاد. لكن الخط العام للاتحاد أعتقد الذي يمثله أمينه العام هو في خط الديمقراطية، في خط الانتقال الديمقراطي، والواقع الاجتماعي والاقتصادي سوف يفرض على الاتحاد بأن يكون إلى جانب الحرية وجانب استعادة المسار الديمقراطي. دعني أختم معك بسؤال ربما يلخص لنا الصورة بكاملها، ونستشرف أيضا الأيام القادمة أو الأسابيع. في ضوء ما حصل اليوم، وربما أيضا الرئيس قيس سعيد كان لديه تصريحات أيضا، ما هي السيناريوهات المقبلة بنظركم؟ أعتقد أنه قيس سعيد في مأزق. الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالية العمومية لا يمكن أن تتواصل كثيرا، والتحركات الاجتماعية هي على الأبواب، وتونس تقريبا في وضع على قاب قوسين أو أدنى من التوقف عن الدفع المالي. سياسيا كذلك بدأت العزلة معناها تظهر عليه، وحتى حركة الشعب التي إلى حد البارحة تسانده بدأت في الابتعاد عليه. أعتقد أن الانقلاب بدون أفق، دائرة المناهضين للانقلاب تتوسع، الأوساط الشعبية التي كانت تتبع أو في اتجاه مساندة الرئيس قيس سعيد بدأت تقتنع أن قيس سعيد باع لها أوهام، فلا الفقر زال ولا الأموال المنهوبة استعيدت ووزعت على الفقراء، ولا الفساد والفاسدين وقع تتبعهم، بل بالعكس أكبر الفاسدين اليوم بعضهم مساند لرئيس الجمهورية. وبالتالي أعتقد أن مسار الانقلاب قصير، وهذا القوس سيغلق في الأسابيع أو في بضعة الأشهر المقبلة، سواء بفرض تنازلات على الرئيس قيس سعيد للعودة لحوار وتمكين المسار الدستوري بالعودة والبرلمان بالعودة والدخول في حوار وطني، أو أعتقد إذا تمسك بالخط المتصلب فستكون نهايته. الأستاذ رضا بالحاج، عضو مواطنون ضد الانقلاب، كنت معنا من تونس. شكرا. نشكرك جزيل الشكر. إذن إذا أردنا أن نلخص ما ذكره ضيفنا في الإجابة الأخيرة، ربما سيناريوهين ينتظران تونس: إما أن تزداد الأزمة وتشتد، ويجد الرئيس التونسي تزداد عزلته، وبالتالي يضطر إلى العودة للحوار وإيجاد حل. طبعا النخبة السياسية التونسية على حد علمنا ولا طرف يرفض الحوار، الناس كلها مستعدة للحوار، مستعدة للبحث عن حلول. الأطراف السياسية في غالبها الآن تركت الرئيس قيس سعيد بما فيها حركة الشعب. هناك بعض شخصيات من حركة الشعب بدأت لا تخفي انتقاداتها للرئيس، لأن الرئيس واضح بأنه يفتقد للرؤية، يفتقد التواصل مع الآخر، غير قادر على إيجاد حل لمشاكل تونس، وبالتالي لابد من وصول هذا الطريق إلى نهايته كما قال ضيفنا. أو الخيار الثاني أن يركب الرئيس رأسه كما يقال ويستمر في تصلبه، وحينها تكون نهايته بطريقة أو بأخرى، ونهايات بن علي طبعا ما زال الكل يذكرها. نبدأ باستقبال المشاركات. أرجو دائما الإيجاز لو تكرمتم. كمال من تونس. كمال، عسلامة سي صالح. يا هلا بيك، تفضل سي صالح. شاركت معك في الحلقة الماضية نتاع ليبيا، واليوم باش نشارك معك
نظرا لتردي الاوضاع الموجوده في تونس، واصبحنا نستجدي نموذج مصري، اصبحنا نستجدي النموذج المصري، النموذج الانقلابي. اصبحنا سؤالك يطرح عده محاور. السيناريوهات المقبله، ما هي السيناريوهات المقبله؟ السيناريوهات المقبله معروفه سيدي الكريم، وهي وجوه التجمعيين هذا الشغل المنبطح تحت رايه قيس سعيد. تونس لن تجد اي حل، وسنصبح في الحضيض، وسنصبح اعظم من الشعب المصري. اعظم ما بدش يفعلنا هو اكثر من بقاع الشعب المصري. سنقتاته من الزباله قدره ربي، قدره ربي ما دام موجود عندنا قيس سعيد. نحن الى الحضيض، الى الحضيض، الى الحضيض، والسلام عليكم. شكرا لك كمال. يبدو كمال لا يرى الا سيناريو واحد. طبعا هناك اكثر من سيناريو بالتاكيد. صالح من فرنسا. السلام عليكم سي صالح. وعليك السلام. انا اظن سي صالح الانقلاب يلعب في اوراقه الاخيره، ما بقالوش، نظرا لان المظاهرة اللي وقعت اليوم كانت مبرمجة إلى ساحة باردو، لكن لم تصل إلى ساحة باردو. لماذا؟ لأن معلومات مخابراتية في تونس تقول إذا وصلت هذه المظاهرة إلى ساحة باردو سيفتح البرلمان أو يظهر الجيش على حقيقة، لأن الانقلاب هذا اللي موجود في تونس مساند من الجيش، وهناك ضباط من الجيش، جنرالات خمسة هم اللي قائمين بهالدور هذا الكبير مع قيس سعيد. إذا وصلوا إلى 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 باردو، أما ستكون لهم الرجوع ضد المظاهرين أو ستفضح هذه العملية ويصبحوا هما معناه معروف الجيش، لأن الجيش تراهن في الأسابيع هذه الفارطة أو في الأشهر الفارطة على وعي الشعب التونسي. لم يكن واعيا بأن الجيش والناس كلها خايفة، لكن واحد يقول راهو الجيش يخاف على روحه يشدوه ومخابرات تتبع في الناس. اليوم أصبحت جل الناس، جل الشعب التونسي يعرف اللي وراء هذا الانقلاب اللي قام به سعيد هو جنرالات، بعض الجنرالات من الجيش. هناك العديد من الجيش إن شاء الله في القريب سينشق على هؤلاء الجنرالات اللي قاموا بهذا الانقلاب. اليوم حاولوا محاولات كبيرة ياسر مع وزير الداخلية الجديد، والوزير الداخلية هذا توفيق شرف الدين، توفيق شرف الدين هو اللي معملين عليه الجيش ومعمل عليه قيس سعيد، وهو اللي قائم بالدور، الدور هذا اللي قائم به هو قائم بدور كبير ياسر لضرب المتظاهرين في الأماكن، كما بثت قناتكم الكريمة على كامل الطرقات في الحمامات، في باجة، في بنزرت، في أنا وراني واحد بعث لي فيديوهات، ثم سبعة كيران من بنزرت، ثم تقريبا 12 ولا 13 انكار من شيرة جندوبة وباجة، الكل حازوهم في البياج ورجعوهم، ما دخل حتى واحد منهم. ولذا اليوم سيكون هناك قرارات ثانية أنا أظن للجيش، وسيبقى الوحيد اللي سيقاوم الشعب التونسي هو وزير الداخلية. والسلام عليكم. شكرا لك صالح من فرنسا. أنا شقيقي أيضا اتصل بي، قال هو وأصدقائه حاولوا منذ 11 من مساء أمس، تصور أكثر من طريق، ماشيين عن طريق لوتروت من جابس لتونس، رجعوها، قال لك عندنا أوامر. يا ودي هات أوامرك، هات استظهر لي، والله عندنا أوامر اللي غالب. يعني هو بعض عناصر الشرطة مساكين الحقيقة، يعني حتى الإنسان لا يعمم، يعني يجيها أمر يتجاوب. طبعا كان بإمكانهم غض الطرف وترك الناس تمر، لكن قال لك عندنا أوامر. حاولوا مع طريق ثاني رجعوهم، حاولوا مع طريق ثالث أيضا رجعوهم. فيا أخي مش معقول، مش معقول أنت تقول لي ماكش انقلابي وأنت ترد في الناس تمنعهم من الوصول إلى عاصمة بلادهم. هذا أقذر انقلاب، والله هناك انقلابات أشرف من هذا بصدق يعني، لكن هذه قذارة أنك تقسم بلد صغير مثل تونس وتقطع أوصاله وتمنع الناس من وصوله إلى عاصمة بلادهم للتظاهر السلمي. ماك عامل فيها أبو علي، خلي الناس تظاهر.
لنرى الأوزان. مش تحكي على الأوزان، وهؤلاء ما وزنهم بسخرية. طيب، لكن الانقلابات لا تستحي والله. محمد من فرنسا. السلام عليكم يا سي صالح. يا هلا بيك. رسالتي للشعب التونسي والبرلمان التونسي، هذا أنا نحذر الشعب التونسي من الحوار قيس سعيد. كم من حوار جعل وخلق فتنة كبيرة في السابق في البرلمان، وكم رئيس حكومة. هذا لا يليق بالحوار تماما. من اليوم الأول قلنا لكم هذا انقلاب. ثانيا، رسالتي للأمن الوطني والجيش، كيف في الثورة بن علي في كانت أصعب حاجة، جاءوا مع الشعب واليوم جاءوا مع قيس سعيد. السؤال المطروح لنا اليوم، الشعب التونسي توحد من اليوم، الامن الوطني والجيش مع الوطني يكون مع الشعب، لان الشعب التونسي ظهر في العالم وفي الوطن كله، لان تخلى في الايام الاولى الشعب التونسي والاحزاب خدعهم، لان قال لهم نطيح بالنهضه ونرجع لكم انتم. طيب، كل لاباس عليكم. شكرا لك محمد من فرنسا. فقدنا عبد الرزاق من تونس، يا ريت لو يعيد الاتصال. ومرحبا طبعا، نعطي الأولوية لمن يتواصل معنا من داخل تونس، واللي تعطل البارح على الطرقات ويتابعني الآن أمامك الواتساب، شارك بالمجان وأوصل صوتك، ماذا حصل معكم على الطرقات، كيف تعاملوا معكم عناصر الشرطة، ما هي مبرراتهم، يا ريت طبعا اللي تابعني. ننتقل لمحمد من فرنسا أيضا. محمد. عليكم صالح. وعليك السلام. والله هم جربوا اليوم، جربوا لكون ما مشتش المظاهرة في باردو، المظاهرة الأخرى يلزمها تكون في أنحاء تونس كاملة. قيس هو رئيس تونس كاملة، وهو مستولي على تونس كاملة، يلزم الولايات الكل تعمل مظاهرات باش يشتت الأمن، وما يقدروش حتى شيء باش يوصلوا النتيجة. شكرا لك محمد من فرنسا. سفيان من هولندا، تفضل. عسلام يا أخوي صالح. يا هلا بيك. والله نحب نقول مداخلة من دقيقة واحدة. تفضل. شوف، كل جيش في العالم العربي الكل للأسف ما نجم يمشي البيت الراحة إلا ما تجيه بيرميشيون من عاصمة من العواصم الخمسة هذوما، فرنسا، لندن، واشنطن، موسكو، ولا باريس نقصد. يعني زايد احنا ناخذ قيس سعيد، فما شكون وراء قيس سعيد؟ هذاك هو الوجه الحقيقي اللي لازم نبحث عليه. شكرا لك سفيان. مصطفى من ايطاليا. مصطفى من ايطاليا. تحياتي أخي، السلام عليكم. وعليك والله السلام. أنا أريد أن أتكلم عن نقطة عملية، أن كل هذه التظاهرات يعني كما تبدأ تنتهي، لابد من تغيير الاستراتيجية. أنا أعتقد أنه هذه يعني السنتراليزاسيون في هذه في 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 العاصمة، هذه لا يمكن أن تصير. يعني أما نرجع إلى سياسة الأرض المحروقة التي اتخذها المتظاهرون لعزل بن علي أو ماذا نريد؟ لا بد من تغيير الاستراتيجية، لا بد من تنظيم هذه التظاهرات والحشد. هذا مش الحشد الشعبي بتاع سعيد هذا، بل الحشد ضد الانقلاب في كل الولايات وفي كل مقرات المعتمديات الكبيرة. وإلا الأجهزة الأمنية هذه لا بد من مراجعتها ومراجعة هيكلتها، لأن الآن العائق الوحيد للعدل والديمقراطية والحق وكل شيء من الأجهزة الأمنية، مش كلهم بطبيعة الحال، لكن المشكل أن الأجهزة الأمنية بقيت بالعقيدة السابقة، لأن لمدة 10 سنوات لم تؤدب ولم تحضر ولم تدرس الجيل الجديد من الأمنيين اللي يعطوا يلزم يكون الولاء متاعهم للشعب وللوطن مش لأشخاص كما قاعد يصير الآن. هل يعقل أنه جيش كامل ودباباته والأمنيين يعطلوا شعب كامل، دولة كاملة، من أجل شخص يكون معتوه مريض؟ هل يعقل؟ انا خدمتي مهنتي طبيب، واول يوم من شفته اول خطاب بعد ما انتخب قلت لهم هذا انسان ليس سوي، هذا العمل متاعي، هذا العمل متاعي كطبيب. قلت شكرا لهم انسان لك. اشكرك مصطفى من ايطاليا، شكرا جزيلا لك. حمزه من تونس. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله.
خويا العزيز. ايوه انا عشت معناتها عهد بورقيبه وعهد بن علي وعشت الثوره، ولكن انه ما يقع اليوم هو وقت يرجعونا معناتها منتصف الطرقات لا لشيء لكي نتجمع ليس الا، وهذه بدايه نهايه هؤلاء المنقلبين. واول مره وقع معناتها على الميدان. عفوا حمزه، انت كنت ممن تضرروا اليوم يعني على الطرقات؟ نعم نعم، وصلنا حتى لسوسة، وبعد قال عرض العرس قال معناتها ممنوع التنقل اليوم. قلت علاش؟ أول مرة نسمع قال ممنوع التوقف، وخذا علينا بطاقة التعريف وقيد اسمنا ورجعنا من حيث أتينا. ما أعطاكمش يعني استظهرش ببيان أو أوامر رسمية مكتوبة؟ قال لنا فقط تعليمات. تعليمات أمنية يا ودي، أنا قلت له في العمر هذا تو عمري 65 سنة، عمري لم منعت من التنقل داخل البلاد التونسية، ودليل على هذا الانقلاب قاعد بداية النهاية بتاعه. وما حدث في عكارف أخيرا يبين إلا هالمشروع هالمجالسي في انحدار تام. هذا الشعب قال أريد ما لا تريد يا قيس سعيد، وبالتالي يا بداية نهايته بحول الله أجلا أم عاجلا. بالله سيد حمزة، فقط للتذكير لأنك أنت طبعا عاصرت كما قلت الحقب الثلاثة، لم يحصل معك البتة في عصر بورقيبة ولا في عصر بن علي أن منعت من الوصول إلى العاصمة؟ البتة منذ السبعينات وأنا ناظر في عهد بورقيبة وفي المسيرات وفي الكل، وبعمري وقفونا ولا رجعونا من بلدنا. كان في عهد هذا العهد اللي يتشدق بالديمقراطية وبحقوق الإنسان، وبالتالي هذه بداية نهايته يهتم معنا كلمة ما هوش كلام، ولكن الأخبياء بكل صراحة والسذج الذين وراءه، وهذا سيحاسبهم التاريخ بإذن الله. إن شاء الله تو منعنا من التجمع في العاصمة، سوف يقع التجمع في الجهات، وسوف تكون فعلا هذه الشعب الذي يتخنى به سوف تصبح أكذوبة وسينهار. شكرا لك، أشكرك حمزة من تونس. إبراهيم من تونس. إبراهيم، يا ريت إبراهيم لو يعيد الاتصال. ننتقل لمعاذ من النمسا. ألو، مساء الخير يا معاذ. معز بل معز عفوا. السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام. والله تبعت أنا المظاهرة من معناتها لايف على الفيسبوك، وشفت معناتها كيفاش الإخوة أنهم ما نجموش مثلا مدنين وجربة يهبطوا لتونس. والله هذاك بوليس قمعي عنا من تونس من عهد بورقيبة الله غالب. لكن 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 معز، يعني هذه المشاهد يفترض بأنه الأمن أيضا تعايش مع العهد الجديد والرؤية الجديدة والحريات والحقوق، يفترض أنه غير من أدوات عمله كما كانت في السابق في العصور الغابرة. لا مستحيل سي صالح. علاش؟ خاطر عندنا بوليس احنا هذايا راضع من كما نقولوا احنا راضع من الداخلية من دبوس بن علي ومن بورقيبة. معناتها البوليس هذايا ما يحب هو معناتها يختاروهم بالذمة هما، حتى في كي دربوهم البوليس انه يشعر بروحه معناتها حاجة كبيرة كانه يقمع مواطن. طبعا انا لا اريد الحقيقه ان ابدو وكاني ابحث عن اعذار لعناصر الشرطه هؤلاء، ولكن فقط بين قوسين معز، لماذا لا يكون هؤلاء البسطاء فعلا ويتجاوبون مع اوامر لوزير الداخليه توفيق شرف الدين؟ لماذا لا يكون العيب والعله في وزير الداخليه هذا الذي اختاره سعيد؟ هو وزير الداخليه سي صالح راهي الكل الدوله العميقه، وبعد سي قيس سعيد يقول لك انا روما في باليش، راهي فما رؤوس في الداخليه راهي تتصرف زاده من راسها، تجيها تعليمات من فرنسا وتجيها من تعليمات بدوله الاحتلال ومن السيسي وما نعرفش، يلزمك تعمل هكا وتعمل هكا، يلزمك تقمع المواطن. ومن بعد سي قيس سعيد يقعد في القصر كيف ما قال المره اللي فات، قال لهم راهو انا ما عنديش دخل، وشكون هذوك انا باش نعطيهم قدر باش نعمل، يحكي على نتاع شو اسمهم هذوك جور مبارك وابو عجيله وغيره، فهمتني؟ معناتها هذا انسان يحقر في شعبه، انسان ما معناتها. طيب انت تتفق معز مع من يقول بان الانقلاب بالفعل يحفر قبره بيديه، يعني هذه نهايته؟ اذا كان اسمعني
انا عندي ثقه في الشعب التونسي انه فيه رجال، معناتها هو تو منقسم الشعب التونسي الى معارض ومع مساند للانقلاب. مع كل اسف انا والله شفت اليوم تاع مقداد سهيلي كيفاش هبط الواحد للساحه وقعد يحكي مع الجمهور غديك اللي حكاوا معاه الكل ظاهرين ناس مثقفه، معناتها ناس عندها درجه من الوعي انها رفض الانقلاب، واحنا هذوكم هما احنا نعملوا عليهم في تونس ان شاء الله. يطلعوا عنا رجال في تونس، معناتها اما حاجه نحب نقولها سي صالح، كان غياب تام للبرلمانيين. ما فهمتش انا يا اخي البرلمانيين هذوما كيفاش يتصرفوا. جات امراه عبير موسي طيحتهم ببوق ببوق وكاسك تاع موتور، ما عملها حتى حد في العالم، جي طيحهم هي من طيح برلمان كامل. ما يا اخوي استرجلوا، احنا نقولوا بالتونسي يا اخي استرجل. شكرا لك، اشكرك معز من النمسا، شكرا لك. طاهر من تونس. اهلا بك صالح. على كل حال انا من باب التوضيح فقط، عدد من البرلمانيين شارك اليوم والمحامين ايضا وقوى اخرى كبيره، من باب التوضيح فقط. مساء الخير يا طاهر، تفضل. بس عليك بربي صالح تكلمك، اعطيك معلومه، خلينا من حكايه قطع الطريق اليوم وهذاك اللي سالك عندك بالعلم. طب تعطيك معلومه جديده اسمها مليح. ايوه. معلومة أخرى سأعطيها لك جديدة اليوم في تونس. معلومة أخطر من اللي صار اليوم في قطع الطريق وأخطر من كل بلاصة. ما هي المعلومة؟ أنا تكلمت عليها الإذاعات وتكلمت عليها تنافس وتكلمت عليها حتى اليوم في الجنوب الغربي. بما تمديت المتلوي بالذات. أيوة. اليوم عارشين تعاركوا بالسلاح. تدخل الأمن. بدل ما يفصل الطريقين هاج على طرف ثاني. والثاني يطيب له في الماكلة ويطيب له في ويشوي له في اللحم. أنت الصالح. أيوة. هذا مثال اليوم في معتمدية المتلوي. اذكر لي العرشين بالله اللي صار بهم هذا الإشكال. في الجنوب الغربي في معتمدية المتلوي. إي ما اسم العروش هذه؟ العروش ما اسمها؟ عرش يقولوا أبو يحيى وعرش يقولوا أولاد يحيى. أولاد يحيى وأبو لحية، نعم. أصحاب الحق أولاد يحيى والآخرين الطفلين. فهمت ولا بس فهمت مني حفهمني شوي. وزو هجموا في الليل على بيت واحد حرقوها، ولما هجموا العرش ولاد يحيى عليهم هما سيبوا ولاد بو يحيى قاعدين يطيبونهم في اللحم، والواحد والامن يتعاركوا ولاد يحيى. هذا اللي صار اليوم في تونس، باش تعرف الرئيس هذا نعس على تونس، وكما يقول الاول اعور فصي والاحمر عدسي. هذا انسان ما يصلح كل الهرور، الافلام الهرور ما يصلحش الدوله. شكرا لك طاهر من تونس، أشكرك على كل حال. الرواية من طرف واحد، لا ندري تفاصيل هذا هذا العراق بين عرشي أولاد يحيى وأبو لحية. هو الرئيس الحقيقة اليوم، البلاد مولعة ووضع اقتصادي صعب، وهو رايح يحتفل بعيد الشجرة. على راسي وعيني عيد الشجرة، ولكن لو تفرغ الرئيس في البحث عن حل لكان أفضل. محاولة التعالي وأنه الأمور ما شاء الله عصافير تزقزق وزهور والدنيا لباس لن يحل الإشكال بصدق يعني، والتعنت والتظاهر بأن الأمور ما, ما, ما تتحل مشاكل تونس بهذه الطريقة. يا ريت ينزل من على الشجرة الرئيس كما قال أحد النشطاء، ينزل من هذا البرج العاجي ويتوضع. وإن كنت أنا شخصيا صار عندي بصراحة يعني صرت أرى بأن الرئيس عاجز على أن يفكر مثلي ومثلك بصراحة، وكل الإثباتات تؤكد ذلك. لكن البعض ما زال عندهم أمل. أنا أرى أن الرئيس عنده إعاقة، وهذا لا أقوله من باب التشهير ولا التشويه، لا، أنا مهني وأحترم مهنتي، لكن كل المعطيات تشير أن الرئيس عنده إعاقة. البعض لا يقول ذلك مجاملة أو ملاطفة، لكن هذه مصالح بلد ومصالح شعوب وحريات. الرئيس لا يستطيع، إذا التونسيين ينتظروا الرئيس أنه يعود ويجلس معهم ويتحاور، الرئيس يا جماعة الخير مش لا يريد، لا، لأنه لا يريد، أنه هو عاقل واختار أن لا يريد، لا، الرئيس عاجز أن يصل إلى حل أو يبحث عن حل. الرئيس هكذا، هم المتوحدون مثل الدبابة ويسير إلى الأمام، واحد يزغرط له في أذنه هذه واحد في الأذن هذه هو ماشي. وأنا أخشى ما أخشاه وقلت هذا وأكرره اليوم على رؤوس الأشهاد، أن هناك من يرتب لشخص آخر هو الانقلاب الحقيقي، وأنا قلت هذا منذ أول يوم، حتى يمسك بدال سعيد ثم يقولوا له مع السلامة ويروح لبيتهم في المنهلة ويدار ما داخلك شر.
ويظهر لنا الشخص الجديد هو المنقذ، لكن في الحقيقة هو المرتب منذ البداية أن يكون المحطة الأخيرة في الانقلاب. قد يكون مدني، قد يكون أمني، لا أدري. الأمور الحقيقة تونس أرقى من هكذا. تونس كانت مثال، قدوة، أخذت جائزة على هذا المسار. العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه ينظر إلى تونس كأمل وقدوة. انظر تونس، يقول لك انظر تونس، وكنا هنا في المهجر والله العظيم محل فخر، الآن صرنا مسخرة منذ 25 من جويلية. وبعض السذج ما زال يقول لك والله إجراءات استثنائية تصحيحية، وين واحد يصحح يمنع الناس من الوصول إلى العاصمة أيها البلهاء؟ أنا والله أعجبني، لأن البعض ينتقد في السيد محمد عبو أنه كنت أنت تغني في أذن الرئيس والآن تخليت على الرئيس لأنه لم يعطيك منصب. لا والله، أنا أقول من يتوب قبل الغرغرة فمرحبا به. تونس تحتضن جميع أهلها، وتحية للسيد محمد عبو من هذا المنبر، ويريت الكل يعود إلى رشده. الديمقراطية، المؤسسات، الدستور، هذا هو الطريق، ويفوز من يفوز. إنما التنكر للدستور والدوس على الدستور ورمي المؤسسات جانبا وأنا ربكم الأعلى، هذا الكلام لا يمكن أن يمر على التونسيين. لم يأمن تونس. عليكم أخ صالح. يا أهلا بيك. أبيك أخ صالح، أنا من الناس اللي اليوم تعرضنا للاضطهاد وللهلسلة في الطريق. أنت في أي مكان بالضبط أوقفوكم؟ أنا من ساقط. من صفاقس، يعني دوب ما خرجتوا من صفاقس وقفوك. خرجنا على الساعة الرابعة صباحا، وصلنا لمنطقة الجم، دورونا قالوا لنا لا ترجعوا منين جيتوا، وقالوا كيفاش نرجع ما نرجعوش. الله أكبر. ولينا درنا مشينا من شيرة القروان ودخلنا عن طريق القروان، لكن حتى كيف وصلنا للقروان وصلنا باش وصلنا للباردو تعدينا على قرابة 6 بوابات، وما نحكي لكش معناتها أهبط هذا بتاك تعريف ما تمشيش وين ماشي وين جي. زوز اللي تيسى بواب تعدينا منهم بالحيلة، وزوز ما تعدينا ما طيب سيدة لميا، شدوش عندكم متفجرات لا قدر الله، أو مولوتوف أو لا أدري ماذا، أو عصي أو حجارة؟ يا أخ صالح فتش السيارة، وين أين نقف في أي بوابة يفتش السيارة؟ عندكم شي كذا كذا، عندي سلة فيها مأكولات يعني تمر، وواحد يفتشها، عندي مغرفة متاع قهوة، قال لي شو هذه؟ قلت مغرفة باش نحرك القهوة نحرك السكر، ما هذه شنو هذه؟ يعني حتى المغرفة معاش معروفة؟ معاش معروفة. قال لي شنو هذه؟ لين هذا منين؟ وين ماشي أنت؟ وإحنا كل بوابة نقول لهم مرة ماشي لأختي، مرة ماشي عندي حالة وفاة، الآخر نقول له عندي كذا. إذا غاية أن وصلنا للمسيرة، وصلنا كان على الساعة 11 يعني، وأنا الله أكبر. قلت هو يقول تحت الأرض فوق الأرض، قلت اليوم ولو يجري في جرتنا فوق الأرض تحت الأرض، احنا واصلين للمسيرة والباردو واصلين وشوف وين حطونا بالسيارة، زوز كيلومتر بعاد على المسيرة، معناها زوز كيلومتر مشي باش نوصلوا للبلاصة نتاع المسيرة، وزوز كيلومتر رجوع باش نرجعوا للسيارة. الله أكبر. وإحنا الله في بينا العهد هذا البائد ولا وانتهى عهد، وأنا والله متأسفة لو عندك المسيرة الأخيرة هذه كانت 10، والمسيرة هذه الأمن معناها بطريقة ما أتأزمنا من الأمن، قلبنا وجعنا، معناتها في ذهول. طيب سيدة لميا، كنت تتوقعي هذه الانتكاسة في سلوك الأمن ما بين ما قبل 25 من جويلية وما بعدها؟ لا ما كنتش متوقع، كنت متوقع يعني يقعد على الحياد، وكما قلت أنت ذكرت سابقا يعمل عين رات وعين ما راتش، ويراعي كبار السن. تعرف هذيك البياز اللي شفتها أنت الساعة الصورة اللي عديتها متاع الجم، هيك من سال كبار
في هيك من السيارات الأجرة معناها شيء حتى القلب وشيء يبكي. هو لينا نتنقلوا، أنا قلت له هذه بلادي، هي ودي بلادي، راي شو بك مش تفكونا بلادنا، شو بك مش تفكونا حريتنا، شنو هاي الحالة هذه، علاش عملنا احنا، شنو مشكلة يعني شنو في الأخير يعني شنو اللي كل حد حر في صوته وكل حد حر في 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 مزاجه معناتها، وما عجبنيش أنا الرئيس نبدل غيره، الصناديق هي اللي تجيب. شكرا لك سيدة لمياء، محلاها الحرية، محلاها الحرية عندما تكون سلوك لدى المواطن التونسي. السيدة لمياء مثال، والله والله أنا تأثرت وهي تتحدث. امرأة تحاول بشتى الطرق أن تصل لعاصمة بلادها حتى تقول لا، ليش؟ لأنها اشتمت الحرية، عاشت الحرية 10 سنوات، اللي بعض السذج الآن يقولوا 10 سنوات فشل، لا والله، نعم اقتصاديا لم ننجز الكثير ولكن أنجزنا في مستوى الحرية ما لم ينجزه غيرنا في عقود طويلة. عيب وعار أن البعض ما زال يكرر هذه الاسطوانة اللي كررها سعيد ومن معه. أنا الليلة سأكون صريح، الانقلابي لابد أن يشار إليه بالانقلابي، كفانا عهد المجاملات. وهذا الإعلام لم يكن مع إرادة الشعوب ومع طموحات الشعوب فلا بارك الله له، ولن أقوم بهذا الدور إذا كنت أطبل للانقلابيين والديكتاتوريين. المنطق السليم يقول أنه الحرية يجب أن تتاح للجميع. الرئيس قيس سعيد يزعم حتى وقت قريب يقول والله أنا أطبق الدستور المادة 80. طيب في المادة 80 تقول لك أنه تمنع الناس من الوصول إلى العاصمة، أعطينا هذه الترجمة لو تكرمت. لكن والله قبلة على رأس السيدة لمياء وأمثالها ممن حاولوا بشتى الطرق للوصول إلى عاصمة بلادهم، لأن الحرية تستحق. الحرية مش بسيطة على فكرة، الحرية تستحق. تحية لك من هذا المنبر. خالد من تونس، أهلا وسهلا. يا أهلا بيك. يعني أنا كنت من الذين شاركوا في مسيرة اليوم وفي مظاهرة اليوم بباردو، وخليني نكون واضح معاك يعني ونكون متوازن شيئا ما. طب. فيما يخص الحضور الأمني المكثف والتضييقات اللي تمت على مستوى يعني العديد من الولايات والعديد من الطرقات، وأنا صرح موقفي من الجيش التونسي ومن الأمن التونسي أنه إلى هذه اللحظة ما دامت وأنه المسيرات والمظاهرات يعني تتم عموما بشكل سلمي وليست فيها يعني لا جدال ولا يعني تصادم ولا شيء من هذا القبيل، مسألة الأمن يعني تبقى مسألة معلومة هذه لدى الجميع، وأنه الأمن يعني يتصرف حسب التعليمات، وهذا من منذ قبل يعني ليس بشيء. لكن بالنسبة لليوم صراحة يعني خليني أكون واضح معك، يعني كانت الأمور يعني المعاملة كانت معاملة سليمة، إلا يمكن أنها تصدر بعض التصرفات يعني الانفرادية من بعض الأعوان، وهذا ممكن باش يصير يعني بقينا. هو نعم خالد، أنا أشكرك على هذه الشهادة كما قلت حضرتك متوازنة. ربما العيب يعود إلى من أصدر الأوامر بإغلاق الطرق، هنا الجريمة، لأنه أن يمنع المواطن السلمي من تجاوز الطرقات، لأنه هذا تقسيم للبلد على فكرة ويخلف آثار وندوب في 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 نفوس الناس. اللي من جربة من حقه يصل إلى العاصمة، واللي من جابس من حقه أن يصل إلى العاصمة غصبا على سعيد وغير سعيد. من يعطي الحق لهؤلاء أن يعطي الأوامر بمنع مواطن حر وشريف من الوصول إلى عاصمة بلاده؟ أعطيني وين مكتوب هذا الأمر؟ لا هذا مخالف، هذا أكيد، وأن المسألة هذه مخالفة يعني الدستور ومخالفة القوانين الدولية والإنسانية جميعا. يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نمنع الناس من السفر، وهذا حق مكفول بالدستور وبكل القوانين يعني الأممية والدولية. بقي وأن المسألة متعلقة يعني برئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي بانفراده بالسلطة وبانقلابه على السلطة، فالمسألة يعني أصبحت مكشوفة. وأنا أقول يعني معلومة أخرى، أنا أقول بمظاهرة اليوم أنا أستشرف وأنه صنم الانقلاب يعني وصنم صنم الاستبداد والديكتاتورية بإذن الله تعالى زائل وسيذهب عن قريب بإذن الله. شكرا يعني لك سيد خالد من تونس. أنا أعتذر من أبو حميد وآخرين ينتظرون على الخطوط، وأعتذر الحقيقة من عشرات المشاركات عن طريق الواتساب، لكن الوقت ضيق، ربما أعرض رسالة أو اثنتين.
حسن من المغرب يقول انتقلت تونس من دولة يضرب بها المثل في المنطقة للحريات والديمقراطية إلى شبه نظام عسكري. محمد الصنهاجي من فرنسا يقول الشعوب العربية وسطها مهلها المفكك لا يوجد من يجمعها، لا أدري ماذا يقصد بذلك. بوطيب يقول حتى الشجرة التي غرسها قيس عيد خائفة من أن ينقلب عليها ويأمر باجتثاثها. طبعا عيد الشجرة واليوم محتفل قيس عيد بعيد الشجرة، والله لو راح يبحث عن حل كان أفضل. موسى نصر من الأردن يقول يا صالح على الشعب التونسي أن يسير في الطريق التي أرغم فيها ابن علي على الهروب لكي يلحق هذا الرجل بمصير ابن علي. لا أدري ماذا يقصد، يعني سياق الجملة خطأ يا موسى. أن يرغم ربما قيس سعيد على السير في نفس طريق ابن علي. محمود من تونس يقول من مصدر موثوق أن الإمارات هي التي تمول في الوقت الحاضر الجيش والأمن التونسي من رواتب، كم سيدوم هذا التمويل؟ هل سعيد سيحقق ما يطلبه منه محور شر؟ أنا ما زلت أنزه الجيش التونسي حتى لا ننزلق في هذا السياق، ما زلت أرى الجيش التونسي محترم ولا يأخذ لا دية ولا رشوة من الإمارات ولا من غير الإمارات. وحتى الأمن التونسي في غالبه أمن وطني، إذا كان هناك بعض عناصر الأمن يحنون إلى الماضي كما قال ضيفي منذ قليل هذا أمر آخر، ولكن في المطلق ما زلنا ندافع على هذه المؤسسات. أنتقل الآن إلى هذا الفاصل الإخباري ثم لنا عودة. طيب سأختصر قدر الإمكان في هذا الموجز لأن الوقت ضيق للغاية. السودان ارتفاع عدد القتلى في الاحتجاجات أمس إلى 6 قتلى، ورصاص الإنقلابيين حاضر في السودان للأسف، هذا طبعا وفق لجنة أطباء السودان. إلى ليبيا، نجل الدكتاتور الراحل سيف الإسلام القذافي يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية، صدق ولا تصدق، الرجل لا يستحي، القرارات الدولية ما تزال تلاحقه، العدالة في بلاده ما تزال تلاحقه، ومرشح نفسه المحترم إلى الانتخابات الرئاسية، ويتصور أن الليبيين ممكن يصوتوا له. إلى العراق، تحذيرات من اندلاع ثورة الرغيف، حذر عضو مجلس النواب المنحل عباس العطافي من اندلاع ما وصفها بثورة الرغيف في العراق. وقال العطافي إن ارتفاع أسعار أكياس الطحين وغياب الحلول الحكومية الحقيقية لمواجهة هذا الارتفاع ينذر باندلاع ثورة الرغيف في بلاده العراق. إلى اليمن، 3 قتلى بينهم مسلحان جراء غارة يرجح أنها أمريكية. أمريكا لا تطارد ميليشيات الحوثي التي أطاحت بالدولة واستولت على سلاح الدولة وارتكبت الفظاعات، لا تطاردها البتة، ولا تطارد ما يسمى بالمجلس الانتقالي في الجنوب الذي بدوره يرهق الدولة والشرعية ويتعبها، وتطارد من تسميهم مسلحي القاعدة. أفادت مصادر إعلامية بأن 3 أشخاص بينهم مسلحان يعتقد أنهما منتميان إلى تنظيم القاعدة قتلوا جراء غارة جوية وسط اليمن اليوم. نختم بسوريا، الأولى عربيا، ركزوا معي، الصراعات والإجرام تبع الأنظمة وسنوات القتل ماذا تخلف في نفسية الإنسان. الشعب السوري كان من أكثر الشعوب وداعة ورقة. سوريا هي الأولى عربيا والتاسعة عالميا في عدد جرائم القتل. كشف موقع نومبيو المختص في الأبحاث وتصنيف الدول عن احتلال سوريا المراتب الأولى عربيا وعالميا في ارتفاع معدل الجريمة. قال الموقع أن سوريا تحتل المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا في ارتفاع معدل الجريمة، مشيرا إلى أن فنزويلا تحتل المرتبة الأولى عالميا، وأضاف أن مدينة دمشق احتلت المرتبة الثانية في ارتفاع معدل الجريمة بالقارة الآسيوية بعد العاصمة الأفغانية كابول. يذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، حيث كثرت في الفترة الأخيرة عمليات القتل والسرقة والاغتصاب والغش. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز. بعد الفاصل نستمر مع تونس ونركز على زوايا ثانية بين مسيرة باردو والحواجز الأمنية وموقف الاتحاد. ما هو الحل يا ترى؟ هذا هو السؤال المهم. نلقاكم بعد فاصل.